خلال نشرة سابقة أكد السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس خلال اتصال هاتفي، أكد أن سياسة نظام قطر بعدم الالتزام بالمواثيق ليست وليدة اللحظة. السياسة القطرية الظالعة في عدم الالتزام بالمواثيق أو الاتفاقيات الدولية سواء كانت ثنائية أو إقليمية هي ليست سياسة يعني وليدة اللحظة وليست سياسة جديدة. القيادة القطرية تنتهج هذه السياسة منذ عقود ومنذ عقود ومنذ حتى القرن الماضي. هذه السياسة هي سياسة قديمة. قدم المحاولات كذلك إذا أذنت لي القطرية المتواصلة لزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام. لا شك طبعا أن مملكة البحرين طوال تاريخها انتهجت دائما سياسة أساسها احترام سيادة الدول، أساسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، لكن للأسف الشديد النظام القطري دأب على استخدام أساليب مخلة بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وأعتقد تقريركم الذي أوردته قبل قليل في النشرة يعني خير شاهد على ذلك. النظام القطري مارس دور مستمر، تدخل دائما في شؤون الدول الأخرى، حاول دائما أن يعبئ جماعات في دول خليجية وعربية، استغل حتى دوره الدبلوماسي ودوره الإعلامي في السعي في إقلاق الاستقرار، وكذلك في السعي في يعني ممارسات لا تنم أبدا عن حسن الجوار.